اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في الفي او اللي قبل يعني مطلع معاكم على طول مقدمه عن الكابتن خالد ناصف سليم او المهندس خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكره الطائره وابن العملاق ناصف سليم. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. منورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك. شكرا. والف الف مبروك فوز برئاسه اتحاد الكره الطائره. الله يبارك فيك. الله يبارك. يمكن مهمه ثقيله على عاتقك خاصه بعد الانتخابات، بيبقى طالعين الانتخابات في نفوس شايله، في امور مش مظبوطه. لا مفيش نفوس شايله بس منهكين. منهكين طبعا. اكيد. يعني هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ بص انا هقول لك حاجه. احنا طبعا انا اول حاجه قبل ما ابتدي يعني بشكرك طبعا على الاستضافه وتعزينا لاسره النادي أكيد. الاهلي كله على رحمه الله حبيب حسن على يعني الوفاه الاليمه وتهانينا بقى لمجلس الاداره للنجاح. ناوي اعمل ايه؟ انا ناوي، انا زي ما كنت دايما بتكلم وانا بقابل اعضاء الجمعيه العموميه انه انا النهارده مش رايح اتكلم على سنه او سنتين او ثلاثه هقعدهم في مجلس الاداره، انا عايز اعمل خطه لغايه 2030 بحيث انه النهارده انا وانا النهارده قاعد النهارده في 2017 ببتدي ابص على الشباب اللي ممكن يكون بيلعب معايا، اذا كنت انا موجود في الاتحاد او مش موجود او جميع الاعضاء مجلس الاداره موجودين يكون بيلعب في اولمبياد 2028. ليه؟ لانه احنا تعودنا دايما احنا بنشتغل ايه كده بالقطعه. صحيح. الحق ده النهارده في السنه الجايه بطوله التصفيات، لم اللعيبه الكويسين اللي انت شايفهم قدام عينك دلوقتي ونلعب بيهم ونجيب مدرب ويلا ونلعب. انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل خطه طويله الامد، ابقى شايف اللعيب قدامي من النهارده. انا النهارده وانا بكلمك بكره الصبح في اختبارات لمواليد 2004 و2003. برافو. للولاد والبنات، وعملنا الكلام ده في اسكندريه وعندنا الاسبوع الجاي او اللي بعده في خط القناه، وبعد كده على نص يناير ان شاء الله نازلين الصعيد. جميل. اول مره هيحصل ان اتحاد الكره الطايره هياخد الخبير الاجنبي بتاعنا اللي هو ماركوس وهننزل بيه الصعيد عشان نبص على الولاد دول. طبعا احنا الفريق اللي بينقي اللعيبه دي كابتن ماركوس اللي هو اللي كان مدرب الخبير الاجنبي اللي هو جاي لنا منحه تقريبا من الاتحاد الدولي ومساعده من الاتحاد الدولي عشان الفريق ال 23 سنه. منحه بمعنى ايه؟ معلش اقف على الحته يعني دي. احنا هو دافع جزء من مبلغه واحنا دافعين جزء قليل. تمام. يعني هو عامل فند معانا كمان في الراتب بتاعه لانه الحاله الاقتصاديه للبلد ما تستحملش ان احنا نجيب مدرب بالامكانيات دي بس كلها. بس برافو. المستفيد في الاول والاخير هي طبعا هو ده كان دعم من ضمن الدعم اللي كان عامله الاتحاد الدولي لان هو بيدعم الدول دلوقتي بحيث ان احنا مستضيفين بطوله عالم ولازم فرقتنا تستعد فبيساعد بالفند بتاعه. برافو. للتطوير. معاه كابتن هشام بدراوي لان هو اللي مسؤول عن قطاع الانسات والسيدات، وكابتن شريف الشملي لان هو ده اللي احنا عيناه الاسبوع اللي قبل اللي فات مدير فني للمنتخبات القوميه، غير بقى الطاقم الاداري كله للمنتخبات. فهنبتدي هم دول اللي كانوا بيبصوا على الفرق وهنبتدي ننزل بيها الصعيد ونشوف قناه واسكندريه. بس الحقيقه انا بحييك لان الصعيد الحقيقه اهلنا وناسنا يعني سنوات طويله مهمش دور الصعيد. يعني حضرتك ترجع تاني تحيي دور الصعيد والحقيقه دي حاجه يعني لو يعني ان شاء الله يعني نجحت فيها اكون احييت يعني زي ما بيقولوا او رديت الروح تاني في الصعيد. اتمنى ان احنا نقدر هنلاقي وانا واثق يعني بص انا واثق ان احنا هنلاقي مواهب كويسه جدا وهنقدر نقول صحيح. كمان سنتين انا عندي لعيب جاي من الصعيد. انا النهارده بقالي قد ايه يعني اكبر حاجه جبناها يمكن كان عندنا في اسيوط اللي هو اللعيبه بتوع المنتخب الاول ودايما نسميهم درونكا يعني هو دايما اسم الشهره بتاع درونكا واخد بالك. انما انا محتاجه انزل تحت كمان شويه يعني اشوف سوهاج واشوف هنا واشوف اسوان. الناس دي عندها عايزه تلعب وعايزين يلعبوا وبعدين لعبه الفولي عندهم طاقات بشريه جباره. بالظبط. النهارده يعني اسوان فيها مواهب كتير جدا. صحيح. ليه ما نستفدش من الكلام ده؟ صحيح. في الدلتا برضه عشان ايه ما نقولش ان احنا بنركز على الصعيد. لا الدلتا عشان برضو قربها من القاهره. بالظبط. بس فيها فرق يعني انا عندي مثلا فريق بيلعب كفر مصلحه بيلعب بيصرف على نفسه يعني يقول لك احنا بنلم عشان نروح نلعب في فريق في المستوى جيم. طب انت كاتحاد هتعمل ايه مع الفرقه دي؟ هندعمه طبعا يعني احنا جالي شكوى عندك دي. فلوس يا كابتن الكلام ده؟ لسه بندور عليها بقى. لا القصه دي طبعا لا بخلاف ده ملف تاني لوحده خالص. لا استنى بس عشان اعرف المشاهدين حضرتك مساعد وزير الماليه فطبعا دي يعني بس مش معنى كده معايا فلوس يعني. لا انا بهزر طبعا. لا حضرتك قصدي اقول ان حضرتك عندك من القدرات ان انت تقدر توفر موارد ماليه للاتحاد ان شاء الله. انا واعضاء مجلس الاداره لان انا لو حضرتك بصيت على بس السكيلز والسي في بتاع كل عضو مجلس الاداره لوحده هنقدر نعمل حاجه كويسه للفولي. المشكله دايما اللي كنت دايما بقولها واتمنى اني ما اقولهاش تاني ان انا عندي منتج حلو ومش عارف اسوقه. صحيح. لانه
يعني يمكن من شهرين كنا احنا ابطال افريقيا لاكثر من 6 مرات او 8 مرات متتاليه، خسرنا اللقب احنا وخسرنا للاسف لظروف يعني لا داعي لذكرها، او يعني لا حضرتك كنت, لا حضرتك كنت لسه ماسك الاتحاد يعني والفرقه ما كانتش استعدت والكلام ده كله. ولكن انا النهارده عندي بطوله عالم، المفروض بقى ان انا بشتغل من دلوقتي اهو عشان اشوف الفرقه دي مين هيمسكها ومين هيبتدي يضرب فيها وابتدي اجمع الفريق ازاي وهطعمه ازاي من فريق 23 سنه اللي هو طالع من تحت عشان اعمل حاجه كويسه. لانه انا دايما كنت بقول ايه، انه احنا دايما عندنا حته كده شويه نفسي يقول لك ايه، العب ببطوله افريقيا عشان اتاهل لبطوله عالم او الاولمبياد. اول ما بوصل ان انا بركب الطياره او رايح خلاص انا كده ايه خلاص لعبت عملت اللي عليا وصلت للاولمبياد، انا كده وصلت للاولمبياد. صحيح. فليه انا النهارده ما العبش بحيث ان انا بقى عايز اجيب حاجه، اجيب مستوى اعلى، لانه ده كله بيفرق معايا بعد كده في مستوايا في الدوري. يعني انت عايز تغير الفكر حتى. انا عايز اغير اللعيبه، عايز اغير المنظومه كلها. برافو. عايز اغير المنظومه كلها من لعيبه، من حكام، من مدربين، من اولياء امور، من نوادي، اعضاء مجلس اداره لنوادي، يعني اعضاء مجلس اداره النادي. انا النهارده طلبت الاسبوع اللي فات ده ان انا ابعت لجميع اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم النوادي كلها، قولوا لي يا جماعه مين اللي عندكم هيبقى الفوكال بوينت بتاعي في مجلس الاداره، المسؤول عن اللعبه، اللي مسؤول عن اللعبه. مش شرط يكون عضو يكون لعيب فولي، يعني مش شرط يكون له اي علاقه بس يكون يعني فرد في لانه انا النهارده باجي الاقي انه ما فيش حد بيقول يعني بيشرف على الكره الطايره جوه نادي وتلاقي الدنيا دخلت في مش عارف تكلم. انا بالعكس انا عايز واحد هو ده الفوكال بوينت بتاعي. طب ليه التجاوب مع اعضاء الجمعيه العموميه؟ ده انا لسه الكلام ده هيحصل. ده بالاضافه ان انا زي ما بقول لك كده احنا بنراجع دلوقتي الاستراتيجيه بتاعتنا كلها من لغايه 2030 من النهارده، على مستوى المنتخبات الثلاث اللي هم الرجال والسيدات والشواطئ. طلبت من رئيس لجنه الحكام اللي هو كابتن نصر شعبان اللي هو مسكناه جديد برضه يعمل لي نفس القصه دي، لانه انا عندي مشكله في الحكام. انا عندي مشكله. مش عندك الحقيقه، عند كل الاتحادات يا كابتن. انا عدد الحكام الدوليين بينقرض بطريقه غريبه. عندك كم حكم دولي دلوقتي يا كابتن؟ احنا عندنا النهارده، انا لسه هقول لك برضه الملف اللي انا جايبه. عدد كامل يعني، لان انا عارف بعض الاتحادات الباسكت 5 حكام دوليين دلوقتي بس. لا انا عندي 22 حكم. ما شاء الله لسه انت عندك برضو عدد. بس دول في منهم يعني انت عارف عندنا سن طبعا، انت عارف السن وكده، فلازم يحضر منه صف تاني عشان يبتدي يدخله. ما هو النهارده اصل ما بيجيش فجاه كده، هو مش امتحان بيروح يمتحن. برافو عليك. عامل زي عليك. زي ما زي الطيران مثلا، عدد ساعات طيران، عدد ساعات تحكيم، عدد مباريات تحكيم، يبتدي طريق بيتمشي بالظبط. يعني لازم تبقى انت عارف انت من اوله وبادئ ازاي وهتنتهي ازاي عشان بعد كام سنه يبقى عندك كام حكم دولي بالظبط. طلبت الكلام ده برضو من رئيس لجنه المستويات اللي هو اكرم تمام. بطلب الكلام ده برضو من كابتن جابر عبد العاطي اللي مسكناه لجنه المدربين. هم دول الثلاثه بيلرز اللي بيتبني عليهم الاتحاد كله او خطه عمل الاتحاد الفتره الجايه. طب خليني برضو ارجع للنقطه المهمه، التمويل. اي مشكله بتقابل رئيس اتحاد جاي جديد هي التمويل وتوفير موارد يقدر منها يدعم الانديه اللي حضرتك شايف انها غير قادره. مصادر تمويلك هتبقى ايه يا باشمهندس؟ احنا اوريدي عاملين عقد رعايه تم توقيعه، انا عارفه. وبنحاول بقى نشوف ما غير هذا العقد ان احنا نحاول نلعب بهذا الطرق بطرق يعني مختلفه. خلينا نقول بالاسامي عادي، مفيش مشكله. برزنتيشن عاملين عملوا معانا ده، بنعدل بس معاهم شويه في بنود العقد لانه ما كانش كان في بعض النقط كده المفروض على التوقيع النهائي. قال 2 مليون يا كابتن تقريبا ولا كام؟ والله انا مش فاكر يعني. بس ده اكيد هينعش الخزينه يعني بمبلغ كويس تقدر منه. انا النهارده لازم ابقى عارف، ما هو اصله الرقم مش رقم كبير بس، هو رقم بفاليو. يعني انا مصاريفي قد ايه ومصروفاتي قد ايه ومحتاج قد ايه. يعني انا النهارده السنه الجايه دي عندي تصفيات افريقيه لكل فرق الشباب والناشئين. صحيح. هل هشترك فيها كلها ولا هل هدور على اللي ما يتناسب مع خطتك واللي هكسبه وهقدر اطلع بيه بطوله العالم، ولا هكسبه وبعدين اقعد اعيط ان انا ما عنديش فلوس اطلع بطوله العالم؟ صحيح صحيح. يعني طب قول لي، يعني ما فيش دعم للدوله خالص يا باشمهندس؟ لا في دعم للدوله. بس الدعم هو حسب كافي. احنا قعدنا كان في اجتماع الاسبوع اللي فات ده يوم الاربعاء اللي فات او يوم الثلاث مع معالي الوزير، وهو قال بصراحه انه الدعم مش هيزيد، هو هيبقى بنفس الطريقه عن طريق اللجنه الاولمبيه بعد مراجعه الخطط، ولكن قيمته هي اللي قلت. يعني انت النهارده لانه انت عارف طبعا سعر اسعار الدولار والتمويل وكده، الوضع الاقتصادي للبلد اكيد فقيمته هي اللي قلت. فانت النهارده المفروض تتصرف على هذا الدعم وتحاول تشوف اي وسيله ثانيه. عندنا كذا فكره بس لسه هيتحطوا على الترابيزه ويدرسوا وبعدين نبتدي بمراحل التنفيذ. طب خلينا نخش في الصميم بقى يا باشمهندس. دلوقتي حضرتك يعني دخلت الانتخابات مع قائمه، فاز من قائمتك 4 صحيح ولا انا غلطان؟ حضرتك 4 انا وثلاثه. انت وثلاثه يعني انتوا 4 بالظبط. طيب خلينا نقول
فوز يعني مجموعه من قوائم اخرى او يعني فوز مجموعه يعني خلينا نقول طبعا عشان حتى نبارك لهم حضرتك والنائب عبد الحميد الوسيمي طبعا كباتن كبار وكابتن هويده مندي وهناء حمزه مع حفظ الالقاب وياسين امين وياسر قمر وعمرو مخلوف ومحمد فرج وممدوح حسني. الترابيزه اخبارها ايه معاك؟ قلت كابتن عمرو مخلوف الترابيزه اخبارها ايه معاك؟ ترابيزه مش ترابيزه دي. بص انا عايز اقول حاجه، انا اول حديث قلته انه احنا كلنا اسره كره طايره وكلنا دخلنا الانتخابات دي علشان احنا بنحب الكره الطايره وعايزين نخدم الكره الطايره. صحيح. فانا اكتر كلمه ما بحبهاش ثلاثة واربعة وواحد وخمسة وواحد من مجموعه تانية وبتاع، فانا دايما بعتبر احنا كلنا جايين نحب الكره، جايين نخدم الكره الطايره، بنحب الكره الطايره، طالما قعدنا على الترابيزه احنا كلنا لمصلحه الكره الطايره. انا وانا قاعد على الترابيزه عمري ما حسيت انه ده كان في قائمه او ده في قائمه خالص برافو. عمري ما حسيتها. وحضرتك حتى ممكن تسال اي حد، لانه اول ما طبعا انت عارف يعني يحبوا دايما السؤال الطبيعي اللي انت سالته دلوقتي هتعمل ايه ده الثلاثه واربعه وواحد خد بالك انا هنا لازم انقل نبض الناس ونبض المتابعين. انا عايز الناس لما تشوفنا يقولوا ده معيشنا معاهم، فطبعا لازم بس حضرتك السؤال ده ولازم الناس تسمع اجابه. لا 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 لازم تسمع. انا عايز اقول لك حاجه برضه، في كل الاتحادات وفي كل الانتخابات ودايما تلاقي اللي بيسقط بياخد جنب كده وايه وينزوي. صحيح. انا اول حاجه عملتها ايه؟ كانت البطوله الافريقيه بعد اسبوع بالظبط من بدايه بعد الانتخابات. دعيت الكابتن فؤاد عبد السلام ودعيت الكابتن علي السرجاني ودعيت كل الناس اللي لم يوافقها الحظ في الانتخابات، كابتن جابر وخالد عبد ابو المعاطي وكل الناس ويعني كله، وفي ناس جت وحضرت. الفكره ان احنا اسره واحده، مش معنى ان انا دخلت ضدك وانا كسبتك او انت او انا سقطت او انا كسبت ان انت تاخد جنب وتنزوي. انت اكيد عندك فكره. بالعكس، ده انا كنت برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز اعملها ان انا عايز اعمل زي ورشه عمل كده نناقش فيها الاستراتيجيه دي. انا بعد ما اخلص الاستراتيجيه دي هاخدها والف بيها، مش على كل، هعمل تجمعات بقى. صحيح. بحيث ان انا الناس تبقى معايا، الستيك هولدرز اللي هم مسؤولين عن اللعبه دي او اللي هم اطراف اللعبه دي يبقوا مقتنعين باللي انا بقوله، ويبقى ده هو الدستور اللي انا همشي عليه. افترض ان انا المره الجايه ما كنتش موجود في المجلس، مش معنى كده انه هيجي واحد يقوم هادد كل ده وبادي من اول وجديد. صحيح. انا بشتغل النهارده علشان زي ما بقول لك كده 20-30 يبقى عندي رؤيه واضحه، وانا خمس سنين كمان وعندي ناس وعندي فعلا، ويلاقي حاجه اتعملت على الارض. طبعا هي لازم تبقى فليكسبل ولازم تبقى مرنه لانه الظروف بتقتضي كده. اول ما هنخلص الاستراتيجيه دي والرؤيه بتاعتنا والفيجن بتاعتنا وهنبتدي نعتمدها في مجلس الاداره، هنبتدي بقى ننزل بيها، نعمل تجمع مثلا في القاهره، نعمل تجمع في شمال الصعيد وفي جنوب الصعيد، هنروح الدلتا واسكندريه ونشرح اللي احنا بنقوله ده. لانه هو النادي لازم او مركز الشباب لازم يحس انه لما هيدرب ولد كويس او بنت كويسه انا هشوفها. صحيح. يحس انه قريب من الاتحاد، الاتحاد مش بعيد عنه. بالظبط. لانه ولو محتاج دعم انا دعمه. برافو. يعني مش لازم فلوس، ممكن كور، ممكن ملابس، ممكن شبك. خلي بالك ان لعبه الفولي برضو ممكن لعبه سهله، ممكن تتلعب في اي حته. انا مش عايز اعقد الناس، مش عايز اقول ايه لازم ملعب مش عارف ترتين، لا انا عايز الناس تلعب فولي. يعني طب خليني برضو اسالك سؤال من الملفات السخنه طبعا. معلش احنا بنقول ده ليه؟ لان لازم طبعا اسره كره الطائره تشوف ردودك على الهواء. اللائحه بتاعت اتحاد الطائره. ضحكت انت. ضحكت لان انا طبعا يعني انت عملت الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه اكيد. لا هم كانوا عاملين اللائحه بتاعتهم. اللائحه موجوده، عندك بلان تغير اللائحه دي ولا هتمشي على نفس اللائحه تاني؟ انا عندي مش بلان، انا عندي طلب من اعضاء الجمعيه العموميه انها اللائحه دي تتغير. انت حضرتك دلوقتي اللائحه رئيس ونائب وسبع اعضاء. بالظبط. حضرتك ايه اللي عايز تضيفه تاني؟ مش لازم يكون الاستراكشر بتاع لا هقول لحضرتك. اللائحه بتاعه اتحاد الكره الطايره هي الاتحاد الوحيد في اتحادات الالعاب كلها في مصر اللي فيها نوادي بصوتين حسب مقدار نشاطه في الاتحاد، وانديه بصوت واحد. ودي مضايقه ناس كتير طبعا، مضايقه اللي عنده صوت ومش وبرده بالنسبه في، انا سمعت من الناس من اللي عندها صوتين شايفين انه دي تفرقه ودي اول مره تحصل ومحدش عملها خالص في الاتحادات المصريه كلها. بس هي فكره، يعني خلينا اتكلم حضرتك بامانه، هي فكره ما ينفعش نادي عنده نشاط كبير جدا وبيصرف ميزانيه كبيره على الكره الطائره يبقى صوته زي صوت نادي ميزانيته قليله ونشاطه قليل. هل النادي ده هيقبل انه يدفع دبل المصاريف اللي بيدفعها النادي اللي عنده صوت واحد؟ لا بس هو في الاخر بيروح يدفع نفس المصاريف.
صحيح. يعني احنا ممكن نلاقي لها فورمولا تانية، يعني قصدي اللي يكافئ بطريقه تاني. تصور تاني. انما دي كانت عامله ازمه مع ناس كتير قوي. انت كنت شايف ان دي يعني انا مع كل الانديه اقول لك احنا الاتحاد الوحيد اللي عامل كده، وليه احنا انا عندي صوت وهم صوتين، يعني مهما تقول برضو القصه. طب ايه غير ده، غير ان في اعضاء في الجامعه العموميه ليهم صوتين وصوت، ايه اللي انت شايفه تاني من اللائحه؟ انا رايي الشخصي انه لازم يتعمل قوانين، يعني لازم يبقى في اولا لازم يبقى في امين صندوق، لان امين صندوق على الترابيزه غير ما بيبقى مدير مالي طبعا، دي حاجه يعني منطقيه ما فيهاش كل الاتحادات تقريبا فيها امين صندوق. الحاجه الثانيه انا افضل انه، وده هيطرح طبعا، انه تكون قايمه النهارده، عشان حضرتك ما تسالنيش كده تقول لي 3 و4 و1 ويحصل مشاكل وبعدين نقعد، لا انت اخترت قايمه رئيس وبتاع، وانا الناس دول او 6 5 7 وتفر عدد ال اعضاء مجلس الاداره دول نازلين مع بعض، لما يجي يحصل خلاف يبقى في عندكم انتم مشكله. صحيح. ويبقى برنامج واحد يعني قصدك الانتخابات تبقى على قائمه. طيب احنا معانا يعني هاتف مهم، معانا المهندس ممدوح حسني عضو اتحاد الكره الطائره. اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، اهلا بيك، منورنا. يعني كابتن خالد معانا هنا في الاستوديو، وكنت اتمنى حضرتك كنت متابعنا من اول حلقه. يعني عايز اقول شايف العمل ازاي جوه الاتحاد المصري؟ والله يا كابتن هيثم العمل جوه الاتحاد المصري، احنا مش يعني احنا اجيال بنسلم اجيال الحقيقه، مش عايزين نقول ان احنا داخلين على معترك مهم وشغل كتير، انما احنا بنكمل اللي اهلينا عملوه. اللي احنا الحقيقه بنعمله في الوقت الحالي ان احنا بنحاول ننقل النظام اللي داخلي الاتحاد لنظام عالمي شويه، نحاول نطور الاداء سواء من الاداره جوه الاتحاد، التعامل مع بقيه الانديه، التعامل مع المدربين، ده نظام بنحط نظام مش اكتر يعني. طب قول يا باشمهندس، يعني يمكن طبعا كل طبعا عضو اتحاد في اي اتحاد مصري او اتحاد اهلي بيبقى ليه دور او ملف او اجنده ماسكها، حضرتك تتمنى يكون ايه الاجنده اللي حضرتك تتابعها؟ الاجنده اللي انا اتمنى اتابعها ان انا اعمل براندنج للاتحاد المصري للكره الطايره، وابدا اسوق لعبتنا كما ينبغي، لان احنا عندنا حقيقه تاريخ كبير جدا في اللعبه، عندنا في مصر قاعده كبيره جدا للعبه، عندنا شواطئ كبيرة جدا في مصر نقدر نعمل منها براند مصر عالمي للكرة الطائرة الشاطئية. فأنا هي يعني أتمنى إن أنا مع الزملاء ومع المهندس خالد وبقية الزملاء إن احنا ننجح إن احنا نعمل براند للكرة الطائرة المصرية، ويبقى عندنا حدث عالمي موجود كل سنة باسم مصر. صحيح. طيب يعني شايف أنت طبعا دخلت جوه، دخلت المطبخ، حضرت اجتماعات، بقى ليك الحق ان انت تخش تطلع على ملفات، يعني شايف المستقبل ازاي القريب في 2-3 سنين؟ هل لنا حظوظ كبيره عالميا ولا لا؟ شايف الاجنده جوه، شايف الورق، شايف الاستعدادات، اخبارها ايه جوه الاتحاد؟ الحقيقه جوه الاتحاد النهارده لما نشوف القاعده الاساسيه بالنسبه لنا هي اللاعبين، احنا في بطوله العالم 23 وعالم 19 وعيد سادس خامس وسادس عالم. صحيح صحيح. عندنا قطاع ما شاء الله كويس جدا في الولاد. الحقيقه ده كان برضه نتيجه عمل انديه، يعني ما نقولش بس ان الاتحادات هي اللي بتشتغل، بس ده نتيجه عمل وجهد كبير جدا من الانديه بالكامل في مصر. عندنا في قطاع البنات والاناثات والناشئات لو حضرتك تشوف النتائج بتاعتنا صحيح لحد ال 18 وال 20 سنه صحيح، عندنا مستويات عاليه جدا، فاحنا عندنا القاعده موجوده. صحيح. اللي احنا شايفينه النهارده ان الدور اللي هنقدر نعمله ايه؟ احنا بدأنا نشتغل زي ما العالم كله المتحضر بيشتغل، يبقى في مدير فني للاتحاد على بعضه شغل الاتحاد بالكامل. نبدا نعمل خطط للمنتخبات بالكامل، نبدا نربط الانديه عشان تشتغل وتدعم الاتحاد نفسه وتدعم المنتخبات نفس الوقت، فاحنا بنعمل المنظومه دي دلوقتي الحقيقه ان شاء الله. بشكل ان هو على 2-3 سنين عندنا تارجت ايه، وعلى 5 سنين وعلى 12 لحد 12 سنه فاهمين الحقيقه الخطه اللي معموله دلوقتي لحد 2030. صحيح. يعني كلام محترم، وطبعا المهندس ممدوح حسني عضو مجلس اداره اتحاد الطائره، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا وشرفتنا. الحقيقه هو اكد نفس كلامك يا باشمهندس، نفسي ما شاء الله، يعني شايف في هارموني. يمكن الباشمهندس ممدوح اول فرصه ليه يعني ينضم او يخش بالزبط. الاتحاد
شايف طبعا عنده خبرات في نادي سبورتنج لانه هو كان عضو مجلس اداره اكثر من مره وعضو مجلس شعب وفي ملف ماسك الملف الرياضي كله، بس هو اول مره يكون موجود كداخل. لا انا اللي عجبني في المكالمه ان في هارموني، في تطابق في الكلام مع حضرتك، يعني الترابيزه ما فيهاش مشكله. عايز اقول لك حاجه، انت لو كلمت 8 هتلاقيهم بنتكلم بنفس اللغه لان هو ده هدف احنا عايزين نوصل له فعلا. احنا مش بنقول مش ما فيش حد يعني جايب حاجه من بره يعني. يمكن ممدوح برضو قال على موضوع البراندنج ده وانا كنت سايبه ان هو اللي يقوله لانه زي ما انا قلت لك احنا عندنا منتج وعايزين نسوقه كويس، فهنعمل له براندنج وهنبتدي نتكلم فيه مع الناس بقى ونشوف ازاي نسوقه. خلي بالك انا برضو ما كلامي مع المهندس ممدوح انه انا عارف يعني ايه رئيس يبقى بيقود الدفه وازاي بيوزع الادوار ما بين الاعضاء، لان لو العضو ما حسش انه ليه دور ودور مؤثر في اتخاذ القرار الموضوع بيكون صعب. طبعا طبعا طبعا. طيب خلينا اتنقل مع حضرتك لامور تانية، يعني خلينا نقول احنا اتكلمنا عليها اللي حضرتك عايز تغير فيها بعض النقاط، شايف ان النقاط دي ممكن تكون لو اتعدلت هتكون افضل، عندك متسع من الوقت ان شاء الله، ثلاث سنوات تقريبا اكيد عندك وقت تقوم بالموضوع ده. كلمني عن الاجنده بقى السنه دي، هنتكلم على الاقل السنه دي الاجنده الدوليه 2018 هنتكلم يعني مش 2017 خلاص شكرا كده احنا بنتكلم على 2018 الاجنده الدوليه اخبارها ايه معاك، عندك اشتراكات ايه، عندك ايه المهم بتستعد له دلوقتي. اتفضل يا باشمهندس. طيب احنا طبعا اول حاجه عندنا بالنسبه للفريق الاول عندنا اللي هو التشالنجر اللي هو الدولي العالمي. النهارده كنا احنا موجودين اصلا في المستوى الثاني فيه، وبعدين في اكتر من دوله قدمت من افريقيا، فابتدوا يفكروا ان هم يعملوا زي تصفيات لانه دول كتير قدمت. ده طبعا انت بتدفع له فيز $50,000 وده بيفرق معاك في طبعا في الاحتكاك الدولي طبعاً. وفي مستواك العالمي في الرانك بتاع الاتحاد الدولي، فده احنا لازم هنشترك فيه ان شاء الله. بس زاد عليه تصفيات افريقيا، تصفيات افريقيا احنا لسه ما عرفناش، وهم لسه النهارده في اجتماع مجلس اداره النهارده في لوزان ولسه ما عرفناش القرار النهائي، لانه النهارده لو مثلا هم عايزين فرقتين او ثلاثه من افريقيا ممكن ان احنا نقول ايه والله تاخدوا نتائج بطوله افريقيه، لانه طبعا ايه موضوع التصفيات ومين ينظم تكاليف كتير قوي. صحيح. على اي حال اي قرار هيتاخد احنا واخدين قرارنا ان احنا هنشترك فيه وهنشوف جاهزين. بس انسب استعداد له لان هو كان المفروض يبتدي من 25/5 واحنا كنا مظبطين الدوري بتاعنا على كده بحيث ان احنا ندي فتره مناسبه للمنتخب يستعد، ولكن النهارده لو في تصفيات هتبقى طبعا قبلها باسبوعين ثلاثه او شهر مثلا، فلازم نعدل الجدول بتاعه. طبعا. الحاجه الثانيه طبعا العاب البحر الابيض المتوسط دي في اسبانيا في شهر 8 في شهر 6 دي في اسبانيا يا باشمهندس. بالظبط شهر 6 ده انا بتكلم على الفريق الاول. وطبعا بطوله العالم اللي هي في شهر 9 في ايطاليا وبلغاريا. احنا المجموعه بتاعتنا كانت القرعه. خدت دعم بتاهلك لبطوله العالم الاتحاد الدولي ولا ما خدتش؟ يعني بيبقى زي الكوره كده بيجي لك دعم؟ لا لا ما بيجيش، انت اللي بتبقى شركه يعني. انا قصدي اقول برضو الدوري العالمي تدفع له $50,000 برضو تقريبا. هو الاتحاد الدولي طبعا انت عارف الازمه الماليه دي في العالم كله، فالاتحاد الدولي بعد ما كان الاول هو اولا الدوري العالمي كان طول عمره بفيز يعني تدفع فلوس لانه دي بتبقى جايه من السبونسر بتاعك. صحيح. السبونسر واللي هيذيع واللي هيعمل اعلانات وكلام ده. فطبعا احنا دايما في مصر ما كانش بيبقى عندنا الاليه الصحيحه ان احنا نسوق التسويق. المنتج ده المنتج الدولي العالمي، فاحنا المفروض انه $50,000 دول السبونسر بتاعنا يدفعهم يدفعهم واحنا بقى بنتحمل مثلا السفر التذاكر والاقامه، لانه زمان ايام ما انا كنت موجود في الاتحاد اللي هو من 2008 ل 2012 كان الاتحاد الدولي هو اللي بيجيب التذاكر، كنا بندفع حوالي $300,000 على ما اتذكر، وبرده كان المفروض السبونسر هو اللي يدفعهم بس احنا كنا بنمولهم من داخل الاتحاد. واحنا والاتحاد الدولي بيجيب تذاكر، ما عادش بيجيب تذاكر، فانت النهارده لازم تبقى عارف المجموعه بتاعتك فين وتشوف انت هتهوست عندك كم مجموعه من اللي هم ثلاثه ليجز موجودين، لان انت بتلعب اربع فرق وتشوف اذا كنت هتقدر تاخدها عندك احسن ما تسافر. لو هي مثلا طلعت حاجه في امريكا الجنوبيه تذكره برقم كبير فانت احسن تستضيفها عندك. طيب ده بالنسبه للفريق الاول، ده بالنسبه للفريق الاول. فمجموعه مصر عايز اقول لك عليها اللي هي احنا طبعا مصر والبرازيل وكندا وفرنسا والصين وهولندا. بتفكر تجيب هنا المباراة. لا لا دي بطوله العالم لسه دي مجموعتك القرعه دي القرعه اللي هي كانت يوم 30 خلاص. تمت يوم 30 كان فيها البرازيل وكندا وفرنسا والصين وهولندا. صعبه صعبه بس يعني احنا طبعا الصين وهولندا ممكن يبقى فيها كلام. طبعا البرازيل صعب، كندا لسه انا مش عارف بالظبط يعني ممكن نشوف تاهل الفريق الاول للدور الثاني ولا لا مش عارف لسه. هتشتغل على الموضوع هتشتغل اكيد هتشتغل. انا قلت ان انا عايز اشتغل عليه وعشان كده ابتديت اشتغل عليه من دلوقتي على اعداد الفريق ده.
ده بالنسبه للفريق الاول يا باشمهندس. طب بالنسبه للناشئين عند حضرتك عندنا بقى بطوله امم افريقيه لل19 وال21 وال23 والناشئات برضو 18 وال20 دي كلها تصفيات لبطوله العالم. خمس فرق بيشاركوا بطولات افريقيا. وفي عندنا طبعا اللي هي دوره الالعاب الاولمبيه للشباب اللي هي في بيونس ايرس في الشاطئيه. احنا ككره طايره داخلين بالشاطئيه اللي هيشارك فيها 23 سنه ولا 21 23 23 شباب. ودي شاطئيه بس احنا شاطئيه في الارجنتين. اجنده مليانه يعني جدا جدا يعني ولازم زي ما بقول لك كده يعني انا عندي النهارده اهو حسب ما انا كده 11 بطوله فلازم كلها كل واحده تتاخد بخطه لوحدها عشان نشوف هنعمل فيها ايه. طب عندي برضو سؤال ليك تاني مش عارف هتعمل فيه ازاي يعني دايما بحب اديك انا يعني الملفات السخنه شويه. الطايره الدوري الطايره المحلي هم فرقتين اللي بينافسوا خلينا نقول النادي الاهلي ونادي الجيش بشكل كبير جدا هم اللي بينافسوا. احنا امتى هنشوف ست سبع فرق زي الباسكت بينافسوا زي كره اليد في فرق بتخش شيء امتى ممكن نعمل ده او ازاي نلاقي خمس ست فرق في الطايره بينافسوا؟ هو السنه دي حصل مفاجآت كتير يعني انت بتقول لي الجيش احنا السنه دي الشرقيه للدخان كسبت طلائع الجيش في الدور التمهيدي. دي مفاجاه جدا مفاجاه جامده جدا في الرجال وبعد كده الجزيره كسبت الشرقيه الدخان اللي كسبت فانت شايف ان في فانا شايف ان في حراك دلوقتي صحيح لانه طبعا طبعا احنا كان عندنا مشكله انه اللجنه السابقه ما عملتش هبوط وطلعت اربع تابع عندنا 28 فرقه في الدوري الممتاز. عدد كبير كبير جدا لانه احنا كنا دايما بنشتغل ان احنا نقلل العدد عشان يبقى مباريات قويه قويه ما يبقاش ما ده اللي بقوله يبقاش في اربع خمس ست ماتشات يعني مثلا فرقه قويه تروح تلعب فرقه خلينا نقسمها مستويات. واحنا حاولنا نعمل كده وهنوصل في اخر الموسم ان هيبقى عندي دوري 12 فريق محترفين وبعد كده الممتاز بقى الف ده يبقى اللي هو من تحت من 13 لغايه 28 ونبتدي نصفيهم شويه. لا انا عايز افهم بالظبط حضرتك بتفكر ازاي بس خليني اطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم تاني ولقائنا الحقيقه الممتع مع المهندس خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكره الطائره. فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد بنستكمل حوارنا مع المهندس خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكره الطائره. باشمهندس كنا قبل الفاصل بنتكلم على نظام الدوري وحضرتك ليك تعليقات عليه احب اسمع تعليقاتك. هو طبعا اللي حصل في اللجنه السابقه ان هم ما عملوش هبوط وصعدوا الفرق اللي طالعه فبقى عندي في الدوري الممتاز 28 فريق. الرقم ده كبير جدا مخيف ومرعب وفي الاخر نتيجته صفر بالنسبه للمستوى الكره الطائره. فاللي احنا عملناه عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل دوري فرق 12 فريق هم دول محترفين او هنسميهم محترفين ونعمل ممتاز الف اللي هو بقى من اول 13 لغايه 28 يهبط منهم السنه الجايه اربعه. ابتدينا قسمنا المجموعات طبعا اربع مجموعات لانه ما تقدرش تعمل اقل كده سبع فرق ولعبناهم من دور واحد بمعنى ان رايح لا دور واحد دور واحد بس دور واحد دور واحد يعني دور واحد وحتى كان في اختلاف على الملعب يتلعب هنا ولا هنا فعملنا قرعه على الملعب بحيث انه النهارده يعني مثلا الجيش بيلعب الاهلي فنشوف مثلا الجيش طلع في ملعب الجيش طلع في ملعب الاهلي وعملنا اجتماع لكل اللي هم المديرين الفنيين للانديه وكله اقتنع بهذا الموضوع واتفقنا على كده عشان بعد كده يحصل ايه بقى تاخد ال 12 فريق تلعب بيهم لا عشان بعد كده ابتدي بقى اعمل اقسم بقى اللي اخد اللي هم اللي هطلع اربعه منهم اربعه من الفرق دي هعمل 16 فريق وبعد كده ابتدي اقسم بقى ال 12 وابتدي اقسم اللي تحت لوحده صحيح وينزل منهم اربعه وابتدي بعد كده اعمل الدوري اللي هو المحترفين اللي هو بقول لك عليه ده جميل. 12 فريق جميل جدا يبقى هو ده فعلا المباريات يعني لأنه ممكن مع الوقت نلاقي اربع خمس فرق بتنافس بالظبط لانه النهارده اولا ماتشات قويه صحيح ثاني حاجه انه النهارده الماتشات دي هي دي اعداد للمنتخب بتاعي بالظبط انا ما اقدرش اجي اقول ايه اصل الدوري اصل انا عايز اروح معسكر لا طب ما انا اعمل دوري محترم دوري قوي بحيث النهارده انا اقدر بعد كده اقول والله انا لعبت مثلا لعيب المنتخب ده لعب له 10 15 مباراه في المستوى او الدوري المحلي اقوياء. طب خليني انا اسف هقطع حضرتك يا باشمهندس بس في خبر ان سيدات السيدات الاول سيدات كره السله فازت على سموحه 60 52 الف مبروك كابتن هاب الالفي الفوز الغالي يمكن دي كانت اخر مباريات التي بتقام في دوري المرتبط في سموحه 96 72 اسف 6
المرتبط فاز 60-52 والفريق الاول فاز 96-72. يعني معنى كده فوزنا كبار وصغيرين. الف الف مبروك الكابتن ايهاب الالفي، نتيجه رائعه الحقيقه مع سموحه في اسكندريه. الف مبروك، اكيد ان شاء الله هنتابع فريق السيدات كما يجب. انا اسف لمقاطعتك يا باشمهندس. لا تمام. فبقول زي ما كنت بقول لحضرتك ان النهارده لازم المباريات اللي بيلعبها لعيب المنتخب في الدوري المحلي تبقى مباريات قويه تحسب في عدد مبارياته للاعداد، لان النهارده انا محتاج على الاقل من 30 40 50 مباراه قويه يتلعبوا منهم مباريات الدوري. وتوفر عليك لو وضيعت وقته بقى صحيح. ولو عملت القصه دي في انه بيلعب مباريات ما هياش بتفيده يبقى ما لهاش معنى. صحيح. طب باشمهندس خلينا نقول كشف حساب. يعني دايما انا بحب الجا للموضوع ده. ليه؟ لان طبعا اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيتفرجوا علينا. خلينا نقول حضرتك وضعك الحالي بالارقام، ان شاء الله يكون بيننا لقاء كمان 3 سنين لو حضرتك فاضي. لا كل سنه عشان راجع. اصل انت لو سبتني بعد 3 سنين اقول لك اصل السنتين اللي فاتوا حصل كذا. لا انا عايز اقول لك كل سنه ان شاء الله. لانه ما انا طيب. برضه عايز اقول لك حاجه. يمكن احنا لو قعدنا 10 ساعات ممكن ما نخلصش اللي صحيح. احنا عايزينه. بس هي الفكره ايه؟ انه النهارده لو ما فيش عندي ناس بتعمل متابعه وقياس معدلات الاداء اللي انا حاططها، يبقى انا هوصل في الاخر اقول اصل فلان قال لي اصل ما جابليش، اصل انا عندي مشكله ومحدش حلها لي. صحيح. لا انا طبعا. النهارده اللي انا لسه كنت بقوله لاعضاء مجلس اداره في القعده الوديه اللي كنا قاعدينها من يومين، انه لازم عايز عندي لجنه اسمها لجنه متابعه الخطه وقياس معدلات الاداء. هو بياخد الخطه اللي احنا عملناها للفريق ده وبيشوف هل اتعملت اتنفذت المشكله فيها كده فيها، ويديني تقرير كل اسبوعين كل ثلاثه. دي مشكلتنا في مصر يا باشمهندس. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا النهارده الموضوع ده انا متبنيه بطريقه غريبه وعايز انقله برضو للجنه الاولمبيه، لانه الناس يقول لك ايه طيب ما هي اللجنه الفنيه بتعمل الكلام ده. لا اللجنه الفنيه ما بتعملش كده، مش دورها. انا عايز واحد او مجموعه ثلاثه اربع اشخاص ياخدوا البلان يشوفوا اتنفذت وصلنا لفين. بالظبط. وصلنا لفين في مشكله يسكليت المشكله، يقول صح. والله انا عندي مشكله في الحته، اللعيب ده بالزبط. مصاب، اللعيب ده ممكن اصيب مثلا وممكن اصابته دي تزيد. صحيح. وانا المشكله انه ما عنديش حد بيقول لي الكلام ده. ما عنديش حد النهارده بيقول لي مثلا احمد صلاح عنده اصابه ممكن تكون صغيره. طب صحيح. يلا نلعب الماتش ونخلص. لا هي الاصابه دي بعد ما انا اخلص البتاع ده هتزيد. طب ما انا اعالجه دلوقتي وممكن الاقي له بديل دلوقتي وابتدي احضر له بديل. وعلى هذا الاساس بقى ممكن ان احنا نبني القصه. نرجع لكشف الحساب. نبتدي الاول. انا طلبت ان احنا اول حاجه اعرف النهارده انا فين. انا عدد اللاعبين المسجلين عندي في قطاع الرجال 5800 لاعب. 5800 لاعب مسجلين في قطاع الرجال سواء ناشئين او كله كل الرجال. تمام. كل القطاع ده كله. الرقم ده لازم يتكتب، ده من سجلات الاتحاد. 5800 لاعب. في القطاع الانسات 4200 لاعب. كده اجمالي حوالي 10000 لاعب. طب باشمهندس معلش انا يعني هقطع حضرتك معلش. لا لا مداخله مهمه. معانا العقيد ياسين امين عضو اتحاد عضو مجلس اداره اتحاد الكره الطائره. اهلا بيك يا سياده العقيد. السلام عليكم يا فندم. اهلا بحضرتك منورنا، والكابتن خالد ناصف سليم معانا في الاستوديو بيمسي على حضرتك. و ازيك يا ياسين؟ ايه اخبارك؟ بنرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ونحب طبعا يعني نعرف من حضرتك يعني اخبار ايه الدنيا جوه الاتحاد، ايه اللي انت ماسكه من ملفات مهمه حابب طبعا تطلعنا عليها. اولا الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بمجموعه ممتازه بفضل الله، سواء من الرئيس او النائب او السبع اعضاء، كلهم ناس دوليين لعبوا قبل كده، عارفين الدنيا ماشيه ازاي، حاطين في اعتبارهم مصلحه الكره الطايره. دي اول اولا واخيرا عايزين من الاتحاد نقله محترمه جدا. اول حاجه في النقله ديت هي استخدام العلم. مفيش حد في الدنيا كلها ماشي عشوائي او راندوم ممكن يوصل لقدام. صحيح. لازم اول حاجه نشتغل عليها ازاي ندير المنظومه بتاعتنا بناحيه علميه. تمام؟ تمام، مع حضرتك اتفضل. الكلام ده ازاي نعمل الكلام ده؟ احنا مجلس الاداره قعد وابتدينا نتفق مع بعض، عملنا مع بعضينا ازاي عايزين نشتغل، اتفقنا ان يكون في مجموعه محترمه نجيبها تنفذ السياسات والاستراتيجيات اللي احنا نبتدي نحطها في الاتحاد، وكانت اهم السياسات والاستراتيجيات اللي هنبتدي نشتغل عليها ان لازم يكون عندنا خطه قصيره الاجل ومتوسطه الاجل وطويله الاجل، على اساس ان احنا نشتغل على الثلاث سنين والخمس سنين. الحمد لله رب العالمين ووفقنا كلنا مع بعض، ان كان كل الناس اللي متواجده مع بعضها في قلب المجلس على قلب رجل واحد، من الناحيه ان احنا لازم نشتغل بالعلم. عشان توصل للمرحله ديت لازم نعمل شويه حاجات جوه الاتحاد. اولا ما ينفعش ان احنا نبقى شغالين عاملين خطه لقدام بدون ما يكون عندنا في الاساس الاتحاد مميكن، يعني الاتحاد معمول فيه
في اي تي شغال في الاتحاد في في ديفلوبمنت موجود. حاليا دلوقتي احنا عاملين جالنا اكثر من عرض لكذا الشركه بحيث ان كل شيء بيتسجل في قلب الاتحاد يبقى الكتروني. كله شغل التسجيل في قلب النوادي او المناطق بيوصل للاتحاد اونلاين. بدانا نشتغل على ملف تاني مهم جدا علشان تبتدي تعمل اي حاجه لازم الناس اللي معاك تكون مرتاحه ومطمنه على نفسها. صحيح. شغالين برضه على ان احنا نبتدي نعمل تامين على المدربين وتامين على المدربين والمدربات والحكام والاداريين واللاعبين كل المنظومه كامله بنحاول نعمل عليها تامين بحيث لا قدر الله حادثه لا قدر الله حاله وفاه اصابه تعجيزيه كمان او اصابه تعجيزيه ان الناس ديت يبقى ليها زي ما نقول تعويض على الظروف يقدر ان هو اولاده يواجهوا الحياه او هو يواجه الحياه بالظبط. صحيح صحيح. لا قدر الله لا حصل له اي حاجه. سياده العقيد والله كلام يعني محترم جدا جدا واحنا يعني الحقيقه اجنده محترمه يا رب يعينك على يعني على اتمامها وملف يعني مهم حضرتك ماسكه. معلش احنا ضيق الوقت يعني بيدهمنا ومحتاجين طبعا نعرف حاجات اكتر. العقيد ياسين امين بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا. ارجع طبعا للبشمهندس خالد يمكن نفس الكلام نفس السياسات واحده يعني روح جميله جدا اللي حضرتك عاملها جوه المجلس. هو ياسين طبعا اضاف الحته بتاعه الاي تي والبورتال والميكنه الشامله لل وده الملف بتاعه ومعاه وانا طبعا هراجع الكلام ده كله لانه انا بخصص دايما ثلاثه دايما يعملوا كل ملف يعني. برافو. فطبعا ياسين هو كان اول فكره قالها حته موضوع التامين وده احنا جبنا بعض الشركات وابتدينا نناقشهم وابتدينا خدنا قرار ان احنا نشوف عروض الشركات بحيث في المدربين واللاعبين والتامين اذا كان في تامين طبي ممكن نعمله اونلاين مع المناطق رابط طبعا ده التسجيل بقى والريجستريشن والكلام ده كله ده هنبتدي فيه على طول يعني المفروض الاسبوع ده عندنا هنشوف الشركات والشغل اللي عاملينه. في شركات عامله انظمه في بعض الاتحادات وفيها شركات عندها يعني اعمال مماثله سابقه اعمال مماثله مماثله بس مش في الاتحادات. طب نرجع تاني لاجندتنا نرجع لارقام احنا قلنا احنا عندنا حاليا 10,000 لاعب مسجل. عندنا عدد الحكام الدوليين للصالات 22 حكم دولي. الحكام الدوليين للشواطئ 8 حكام. وطبعا لو انت سمعت ممدوح حسني بيقول لك عندنا يعني طبعا مصر مشهوره بالشواطئ وعندنا 8 حكام فقط. ولو جينا قلنا كمان اللاعبين المسجلين شواطئ تلاقيهم اعداد قليله جدا. صحيح. في اللي المفروض يكون موجود لمصر النهارده كشواطئ. عدد حكام الدرجه الاولى 200 حكم، عدد حكام بقى الدرجات الثانيه المختلفه 270، اجمالي عدد الحكام كده حوالي 500 حكم. 500 حكم على 10,000 لاعب. فطبعا الرقم محتاجين يعني انا يهمني كمان الحكم الدولي، الحكم الدولي ويكون اللي هو بيمثل بره وبيحكم بيحكم في بطولات العالم ويروح كاس العالم لانه النشاط الدولي للكره الطايره ده هو اللي بيثقل المدرب الحكام. انت عندك رقم كده يعني بقول حضرتك اتحاد لا يعني انا ما اعرفش طبعا الحكام بس احنا كان عندنا اكتر كده اكتر من كده كان طبعا وبعدين هي الفكره ايه انه الدور هيستمروا معايا كام سنه لانه في سن اعتزال معين. صحيح. 40 سنه لازم اكون بعد كده المدربين بقى عندي المدربين حوالي 800 مدرب واخدين شهادات درجه اولى المستوى الاول. عندي 400 مدرب واخدين المستوى الدولي الثاني والمستوى الدولي الثالث واخدين 60 مدرب. 60 مدرب؟ ثالث تمام يعني عند حضرتك 1260 مدرب في الثلاث درجات تقريبا. ارجع اقول لك برضو على مستوانا احنا في التصنيف العالمي والافريقي والعربي. طبعا الاول رجال احنا في التصنيف العالمي نمره 13 رقم 13 في المركز الافريقي هو الثاني بعد ما خسرنا البطوله الافريقيه اللي فاتت. في المركز العربي احنا الاول وفي في التاسع اولمبياد. ده الرجال افريقيا الاول تاني بعد ما خسرنا البطوله اللي فاتت دي. احنا طول عمرنا بقى لنا تمام بعض بس خد بالك كان وقت يعني ما حدش يسال ابدا عن الخساره دي. توفيق وهذا توفيق يعني ما كانش ليها يعني مش قصدي الحمد لله ان احنا تاهلنا لبطوله العالم وده كان يعني الاهم في المرحله دي ودي كانت اهم حاجه بس احنا طبعا بتاثر في نفسيتنا ان احنا احنا دايما ابطال. ولو كنت تقرا صحف تونس يعني كنت متابع صحف تونس هو بيقولوا ايه احنا يا ترى هنقدر نكسر العقده اللي عندنا وانا قلت الكلام ده للعيبه وبعدين عندنا في مصر ما ينفعش يعني بس خلاص اللي يعني حصل اللي جاي يكون افضل باذن الله. بالنسبه للانسات بقى احنا التصنيف العالمي بتاعنا 40 بعيد شويه محتاج بعيد جدا لانه انا عندي مشكله يعني انا لو حكيت لك مثلا شابات 23 وشابات 20 وشابات 18 وناشئات 18 احنا مستوانا العاشر. انا دايما عندي فجوه في الفريق الاول في الدرجه الاولى ما بين بعد كده يعني انا ابطال افريقيا
دايما في الشابات وال 23 وال 20 والناشئات الاول اول افريقيه. انما في الانسات بقى لما بطلع فرقة الاولى بطلع الثالث. بس يمكن ده سببه ان في بيبطلوا يعني بيبطلوا بدري واللعيبه البنات كمان بياخدوهم يلعبوهم في الدرجه الاولى فبيتحرقوا بيلعبوا فوق بيلعبوا تحت. ودي اعتقد دي يعني محتاجه نظره مختلفه شويه لرياضه الانسات. صحيح. صحيح. يعني عايزه شغل كتير. يعني افهم من حضرتك ان انت هتشتغل على المحاور دي، محاور التدريب، المدربين، محاور الحكام، محاور اللاعبات واللاعبين. يعني عايز تمشي في كل محاور اللعبه، وكل سنه هتقف تقييم مع نفسك تشوف انت أكيد وصلت طبعًا فين طبعًا. والسنه اللي بعديها عشان بعد الثلاث سنوات تقدر تقدم للجمعيه العموميه اللي بالزبط. انت شايفه بالزبط. الحقيقه يا باشمهندس كلام يعني الحقيقه محترم جدا، وانا كنت سعيد جدا بلقائي مع حضرتك. ربنا يخليك. يعني واضح يعني الحقيقه المهندسين بيبقوا مرتبين كتير بشكل كبير. يعني شويه يعني لازم يبقى عامل خطه وعارف هو رايح فين عشان يعرف يوصل ازاي. يعني بالظبط بيعرف يخاطب شويه العقول، بيعرف بتاع. فانا الحقيقه يعني حسيت قد ايه حضرتك منظم طريقك وشايف طريقك 30 انا برضو الحاجه اللي بتضيف لي انا شخصيا انا فخور جدا بالطعم اللي معايا. الحمد لله كلنا نفس الفكر زي ما ممدوح قال لك كده، كلنا تقريبا جيل واحد. يمكن هو ياسين اصغر مننا شويه بس يعني برضو لعبنا مع بعض اللي حقنا كده واحنا بنبطل، فكلنا تقريبا نفس الفكر. فخلينا نعمل حاجه حلوه للفولي. يعني انا نفسي ان انا كنت دايما بقول كده قبل ما انجح كمان، قبل واحنا لسه بنلف على الانديه، انا نفسي اللعيب يبقى فخور انه بيلعب فولي زي ما صحيح. كنا بنقول براندنج كده للكره الطايره، اسره الكره الطايره ومجتمع الكره الطايره يبقى فخور ان هو ده مجتمع واحد، مجتمع ناجح. انا مش عايز اقول احنا اللعبه الثانيه، لا انا عايز افضل دايما طول عمري اللعبه الثانيه. طبعا احنا بنتنافس احنا ويعني وده يقول الثاني وانا الثاني، مش مهم الثاني مش مهم الثاني، بس انا مهم ان لعيب الكره الطايره الناشئ الصغير يكون بيحب اللعبه صحيح. وما يجيش اي لعبه ثانيه تقول ايه تاخده وتخده من اللعبه. كلام محترم يا باشمهندس، نورتيني وشرفتني. ربنا يخليك. وسعدت بلقائك، واتمنى يا رب يعني التوفيق لحضرتك والتوفيق لكل من يعمل لصالح الرياضه المصريه ان شاء الله خير. ربنا طبعا بشكر ضيفي اللي شرفني النهارده المهندس خالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكره الطائره. الحقيقه اللي امتعنا في اللقاء وتكلمنا في ملفات كتيره. الحقيقه ما كانش عندنا اي حرج ان احنا نتكلم في اي حاجه، هو شجعنا كمان ان احنا نتكلم في اي ملفات ساخنه للكرة الطائرة. انتظروا منا المزيد في ملوك الصالات. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. يعني غالبا ان شاء الله مش هنطلع الجمعة القادمة لان الفريق الكرة عنده مباراة مهمة الجمعة القادمة. ان شاء الله نشوفكم في لقاء قريب، ونتمنى بخصوص ان احنا كرة الطائرة ده النهاردة حلقتنا نصها كان كرة طائرة، نتمنى التوفيق للفريق الاول للسيدات اللي عنده البطولة العربية يوم 17 ديسمبر الجاري في صالة استاد القاهرة. شكرا جزيلا لحضراتكم، ان شاء الله نلتقي في حلقة جديدة مع ملوك الصالات.